السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكدت مصادر مقربة من المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري إرسال شكوى إلى هيئة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على خلفية ما جاء به رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، والذي أكد بأن بلاده المغرب ستحتضن البطولة الإفريقية لكرة القدم سنة 2025. ولم يحمل الاتحاد الجزائري في خطابه أي نبرة تهديد بسحب ملفه والخروج من سباق الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025. وذكر المصادر ذاته بأن هيئة جهيد زفزاف تعتزم الانسحاب حقا عند وصول رد هيئة باتريس موتسيبيا. وتشير المصادر إلى أنه من المرتقب أن ينسحب رئيس الكاف خلال أعمال الجمعية العامة المقبلة المقررة في ساحل العاج، وتقليص عهدته الانتخابية حفاظا على سمعته ومصداقيته. ينتظر بعدها أن يعلن الاتحاد الجزائري الفاف سحب الملف الذي تقدم به لتنظيم دورة 2025. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.